زي ما حضرتك بتقول حصل تحورات في الانفلونزا بشكل كبير جدا، وابتدى يطلع ليها مسميات كتيره. طيب احنا بنسمع من شهر مثلا 9 و10 و11 متحورات كانت السنه اللي فاتت ما كناش بنسمع عنها من زمن الزمن، مع انها كانت موجوده، زي المخلوي، زي الانفلونزا الموسميه، زي كورونا، زي متحور كورونا، مسميات كتيره، بس كلها في مجمل كلمه انفلونزا. دي حاجه. الحاجة التانية يا دكتور، السؤال بقى الأهم، احنا خلاص حد جاله دور انفلونزا وابتدى يتوجه للطبيب، احنا عارفين الطبيب بيبقى عارف ده أنهي نوع بالكشف السريري والفحص والكلام والتحاليل، يا ترى بقى فعلا احنا بنطلب منه العزل علشان لو جاله نوع تاني من النوع الانفلونزا ممكن يبقى له تأثير أكبر؟ وده السؤال الأهم. برافو عليك يا أستاذة مريم، بس زي ما احنا اتفقنا هنبدا بقى من يعني ايه كلمه بقى الانفلونزا، يعني ايه كلمه تحور. تحور يعني تمام. ايه كلمه تحور؟ لو حضرتك او اي حد جلس مع مجرم معتاد الاجرام، وانا هخليه مجرم لغايه ما نقف معاه ونقعد، ممكن ما يطلعش مجرم، يطلع حد اللي خلاه مجرم او اعتدى عليه، احتك بيه، نكشه او خلاه يبقى مجرم. لو قعدنا مع فيروس كورونا وكلمناه على انه مخلوق قدامنا وبنتكلم انت بتعمل كده ليه، او ايه اللي بيخليك تعمل كده، اي كائن سواء بشري او غير بشري بيحاول يتكيف مع البيئة المحيطة بيه عشان يحافظ على بقاء نوعه او يحافظ على حياته. انا لو جالي عاصفة برد جديدة اجري البس واتدفى عشان ممكن البرد ده يأذيني، ده اسمه عملية تكيف مع المحيط اللي حصل. لو انا اصبت مثلا بحر جديد بالعكس بحاول اتكيف عشان الحر ده ما يأذينيش. يبقى التغيرات المناخيه بس بتخليني اتكيف مع المحيط عشان احافظ على بقائي. طب لو جاي لي عدو او في خطر محتمل من عدو معين، بحاول بقى اشوف لي حصن او اشوف لي سلاح ادافع عن نفسي بيه او اشوف لي طريقه معينه ابعد عني هذا الاذى. ده طريقه اي مخلوق ربنا خلقه، انه في غريزة حب البقاء والحفاظ على النوع والحفاظ على السلالة، هو مخلوق. طيب يا كورونا انت بتعمل كده ليه؟ بصراحة انا عايز اعيش زي ما انتوا عايشين، انا كائن لي حق اعيش وانتوا واخدين حقي ودايسين عليا وحصل وحصل. طب انت بتعمل كده ليه؟ يوم يختلق لك قصص وهمية. لو احنا قاعدين مع واحد بقى بيحاول يلف ويدور بنسميه ايه؟ الراجل ده بايه؟ بيحور. التحور ده او الحوارات ديت هي عبارة عن اختلاق طرق واساليب للالتفاف حول جهاز المناعة او تفادي دواء معين او لقاح معين. هم عملوا لقاح فدخل فيروس كوفيد فلقى اجسام مضادة جنود جاهزة هتضرب الاستاذ كوفيد، فقال لك لا انا الدكتور كوفيد، فتحور. فالخلايا المناعه لو هي اخرى لها هدف، لو ما لقيتوش على نفس الصوره مش هتموته. فهو غير من شكله وغير من ترتيبه وغير من تكوينه، مع انه هو كوفيد، هو كورونا، هو الفيروس، لكن ضاف له شويه اسامي جديده. لا ده هو مثلا لو قلنا ان هو ظرف زي ما اتفقنا في اول حلقه جواه رساله. الظرف ده لو ظرف من النوع الطويل اللي بيتفتح من الجنب، لا جهاز المناعة هيحارب الظرف اللي بيتفتح من القدام. بديكي بس ايه مثال. ان احنا عندنا لو انت النهاردة قلتي للمكتبة انا عايزة ظرف، هيقولك اي نوع واي حجم بالظبط. الظرف ده اللي هو الكوت اللي بيغلف الرسالة اللي هي الشفرة اللي موجودة جوه الفيروس. فهو اول ما بيغير في شكل الظرف، يوم جهاز المناعة يصور الظرف ده يقولك لا ده مش تبعنا، انا معرفوش، فما عنديش جنود، مع انه هو جسم مؤذي واخد له لقاح، بس هو غير من شكله عشان يتفادى جهاز المناعة. تمام. طب في حديثا لما فكوا التسلسل الجيني للكود ده للظرف ده، لقوا ان في نتوءات اللي احنا بنسميها عشانها كورونا اللي هو على هيئة تاج. النتوءات ديت لها تركيب بروتيني معين. تتخيلي انه وصل لدرجة من الذكاء ان وظيفة هذه النتوءات هي عبارة عن الخطاف اللي بيتعلق بيه في جدار الخلية اللي هيصيبها.
هو داخل يصيب الكبد. يصيب الكبد هيلتصق الاول بالخلايا بالخليه الكبد. اول خطوه يدخل الجسم يروح يلتصق بخليه الكبد. انا بكلمك عن الفيروسات الكبديه مثلا. اه بالظبط. الفيروس اللي احنا الحمد لله وهي ديت طبع الفيروسات كلها على فكره. كائن غير حي ما اقدرش اقول عليه ميت، نصف حي. بيدخل يوصل للدوره الدمويه، دخل لخلايا الكبد او الرئتين في حاله كورونا مثلا، والتصق بالخليه دي. هو جاي يصيب الخليه دي، مش هيروح يصيب خليه تانية. يبقى هو تعرف عليها الاول، عباره في بقى تعارف ما بينهم، ده انت تبعي انا جاي لك انت، ده السبايك بقى اللي هو البروتين الشوكي ده، البروتين ده هو رساله التعرف ما بينه وبين الخليه. طيب اضاف بقى ان هو قال لك لا انا مش انتوا بتدوروا عليا في الجهاز التنفسي، انا هصيب الجهاز الهضمي. فالتحور كمان انتقل ان هو غير من تركيبته عشان يحصل ان البروتين ده يشبك في خليه الجهاز الهضمي ويروح على خلايا المخ ويروح على الانسجه الرخوه ويروح على المفاصل ويصيب العظم. فيروس كورونا النهارده اصبح متعدد الاجهزه وليس فيروس متخصص، وهي دي النقطه اللي محيره العالم النهارده. ان الفيروسات كلها زي ما احنا قلنا من زمان فيروسات متخصصه، يعني بتصيب الكبد خلاص عارفينها، بتصيب زي فيروس سي وفيروس بي اللي هم اشرسهم يعني، ومش عارفه فيروس ايه اللي بيصيب. يعني احنا عارفين ان مجموعه فيروسات كده بتصيب، بنقول اجهزه معينه في جسمنا. لغايه اللحظه ديت لو دخل فيروس الايدز الجسم مش هيصيب الا جهاز المناعه. لو دخل فيروس بي او فيروس سي الجسم مش هيصيب الا الكبد. لكن لو دخل فيروس كورونا في الاول في اول 2019 كانش بيصيب الا الرئتين او الجهاز التنفسي العلوي او السفلي. بالظبط. لكن الان فيروس كورونا تحور ان هو يصيب اجهزه متعدده، ومن هنا بقى بدات الخطوره ان نجي لاعراض مختلفه، اسهال، وبعدين يجي لي حمى، لا كحيت ولا فقدت حاسه تذوق ولا شم ولا. طب جالي عيان عنده الم في العظم وصداع شديد واعياء، اعمل له بي سي ار يطلع عنده كوفيد. يبقى اذا انا النهارده احسن التعامل بقى مع السلالات ديت. احنا بنجري في سبق وهو سابقنا، مش هنلحقه باللقاحات. طب نعمل ايه بقى؟ نتعامل معاه باسلوب الوقايه اللي نجح فيه الشعب المصري في اول الجائحه. لما بص للعالم اتعلم بينهار قدامه، رحنا احنا واقفين كاطباء على الخطوط الاماميه ووضعنا خطه محكمه للتعامل مع الفيروس. والشعب المصري كان من اوعى الشعوب ان هو اولا بيعمل حسابه وبعدين ما يشيلش في دماغه، والاثنين دول كانوا من اقوى الاسلحه. يعمل حسابه وما يشيلش في دماغه. حلوه دي. لان العالم بره ما عرفش يعمل حسابه وحط في دماغه، فاصابه الرعب فانهار جهازه المناعي فمات.